من مخاطبة الصحفيين وهو على رأس الفيفا إلى الإدلاء بتصريحات مقتضبة وهو في وضع المتهم. هكذا بدأ الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم جوزيف بلاتر في اليوم الأول لمحاكمته. بعد وصوله لمحكمة بلينزونا في سويسرا، أوضح بلاتر ذو 86 عاما أنه في حالة مزاجية جيدة، مشيرا إلى شعوره بالثقة وأن لا شيء يدفعه للإحساس بالذنب. إلى نفس المحكمة وصل الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم الفرنسي ميشيل بلاتيني الذي فضل الصمت وعدم الإدلاء بأي تصريح. صمت لن يطول لا محالة، خاصة داخل المحكمة، أملا في حكم يعيد لأسطورة كرة القدم الفرنسية هيبته المفقودة بسبب هذا الملف. بلاتر وبلاتيني يواجهان اتهامات من بينها الاحتيال على الفيفا عبر تحويل الأول أزيد من مليوني دولار أمريكي إلى بلاتيني كمقابل لعمل استشاري قدمه للفيفا بين عامي 1998 و2002. القضية هذه أثيرت عام 2015 و2000 فأنهت فترة رئاسة بلاتر للفيفا وأوقفت حملة ترشح بلاتيني لخلافته.